في بداية كلامي على قصة محمد أبو جبل وزوجته الجزائرية، كنت بتكلم في قصة واضحة جدا وثابتة بالنسبة لي، هي إن لعيبة منتخب مصر محدش بقى عارف يلمهم من الفضائيات، واللي بيحصل ده غلط. مفترض إن حد يعرف يلم نجوم منتخب مصر ونقول لهم نرجع نستهدى بالله، إحنا خسرانين نهائي واللي أنتوا بتعملوه ده ما ينفعش. سواء زيزو، سواء أبو الفتوح، سواء لعيب زي محمد أبو جبل، لأنه بينط من برنامج الحكاية يروح مع منى الشاذلي، يرجع من منى الشاذلي ينط هنا ينط هنا، لحد ما الموضوع بقى كبير قوي بالنسبة لمحمد أبو جبل. الموضوع كبر زيادة على اللزوم بالنسبة لمحمد أبو جبل. محمد أبو جبل اللي هو أساسا مش شخصية قوية أوي لدرجة إن هو يتحمل كل الضغوطات اللي عليه. محمد ابو جبل لو احنا قعدنا نتكلم عليه كحارس مرمى، فابو جبل كان بيقدم مستويات مميزه، ان ابو جبل بقاله 6 7 شهور ما بيقدمش مستويات مميزه ولا اي حاجه. فانت بالنسبه لك كحارس مرمى مريت بطفره في كاس الامم الافريقيه، مفترض ان انت تحمد ربنا على كده وتبدا تشتغل بقى على ان انت ترجع لمكانك الاساسي في نادي الزمالك، لان انت كان عندك مشكله الفتره الاخيره في مكانك الاساسي في نادي الزمالك. انما تفتح على نفسك جبهات حرب وانت مش مستعد لاي حاجه، ده غباء بالنسبة لي بصراحة. بس ممدوح عباس يمكن من الناس اللي ما بتعجبنيش آرائهم على السوشيال ميديا، بس بصراحة عجبتني رأيه، عجبني جدا رأيه بخصوص موضوع محمد أبو جبل، لما قال له بطل تطلع في البرامج كتير، ما تطلعش في البرامج كتير، ما تتكلمش على حياتك الشخصية في البرامج، بدل ما هتبقى اسمك أبو جبل هيبقى اسمك أبو هبل. وفعلا في ناس كتيرة جدا بدأت تطلق على أبو جبل أبو هبل بعد الكلام الكتير اللي قاله في البرامج، بعد ما شفناه بيتكلم على بكاري جسامة دخل لنا الأوضة وقال لنا هتخسروا هتخسروا، بس بعد كده لما الناس ركزت في التصريح رجع لمها تاني وقال لك شكله كده كان بيقول إن إحنا هنخسر هنخسر. اللي هو أبو جبل حبيبي لو حد ترجم التصريحات بتاعتك دي هتلبس أنت في الحيط، والحكم ده ممكن يوقفك أساسا. بس لا، بنعدي ليه بقى؟ كل اللي في نفسه حاجة يقولها في برنامج بيقولها، كل اللي نفسه في هبده بيقولها، بس هبدتك في الكوره وبكاري جسامه غير هبدتك لما دخلت بحياتك الشخصيه، وخصوصا يعني ان انت عارف ان زوجتك مش مصريه، وزوجتك مش مصريه دي معناها ان انت هتلاقي في ناس كتيره هتتعاطف مع زوجتك وهتهاجمك، حتى لو انت ما قلتش هتهاجمك هتهاجمك، حتى لو مشاكلك مع زوجتك بقالها فتره وانتوا الاتنين كارفين لبعض على انستجرام ومش متابعين بعض ولغيتوا المتابعات لبعض، عادي كل حاجه هتبدا تطلع لك بقى مره واحده. ليه؟ البس بقى يا معلم. انا قلت لك يا ابني انت مش في حمل اي حاجه، لا انت خلاص بقى اللي هو فرحت او قصه اللي هو الناس بتسال ابو جبل سنجل ولا مش سنجل. طب هي الناس سالت الاول ابو جبل اساسي في الزمالك ولا لا؟ عشان السؤال ده كان بالنسبه لي مهم، يعني الناس كانت بتسال ابو جبل سنجل ولا مش سنجل، كانت بتقول لك ابو جبل اساسي في الزمالك ولا لا؟ فرحت انت بالكلام بتاع ان انت عملت لقاءات وعملت حوارات، اديك في الاخر لبست. وبالنسبه للناس اللي بيقولوا على ان ابو جبل ما اتشهرش غير لما اتجوز الاميره دي ولما لعب بطوله كاس الامم الافريقيه، فعايز اقول لك ابو جبل واحد من لعيبه الكوره في مصر، واحد من لعيبه في نادي الزمالك، معنى ان هو كل لعيب في نادي الزمالك فهو من اصحاب الامز، اصحاب الملايين، الناس اللي بتقال عليهم مليونيرات. فلما تتكلم على ان واحده ضحت بمستقبلها وشبابها ولقب ملكه جمال علشان تتجوز لعيب مغمور، فلا عزيزي هي متجوزه امز، متجوزه مليونير، مش متجوزه واحد مش لاقي ياكل وبتقف معاه وبيقفوا مع بعض قدام الحياه وصعوبات الحياه، لا هي متجوزه حارس مرمى نادي الزمالك، واحد راتبه السنوي ملايين. فانت لما تيجي تتكلم ما تزودهاش قوي، لان الناس دي في حته بعيده قوي عننا على فكره. يعني حاجة بس بحب اقولها لك او بقولها لك، يعني هي متجوزها مليونير وهو متجوز ملك الجمال، واحنا ولا اي حاجة. بس عادي احنا هم داخلين في القصة وخلاص. بس انا بصراحة ما عجبنيش كل الكلام اللي قاله محمد ابو جبل، لان انا بصراحة ما اتفرجتش على اي برنامج بالكلام اللي محمد ابو جبل كان بيقوله، بس مع الاسف من كتر الكلام بدأ ينتشر رجعت تاني ادور لقيت ابو جبل كان قايل حاجات كتيرة قوي كلها عك في عك. بس عادي، يلا ابو جبل لما ركزنا معاك لبست في الحيط. بس احنا كلنا مش موضوع تركيزنا، الموضوع دلوقتي بقى موضوع زوجتك ومش زوجتك. بس بصراحه هي كواحده اتعاملت بحكمه بصراحه، واختارت ان هي تختار الحل الاصعب بالنسبه لاي واحده، وهي ان هي تسكت وما تطلعش تشلف فيك وما تطلعش تفضحك. فبصراحه هي طلعت بنت اصول، وانت ابو جبل طلعت فعلا زي ملعب ممدوح عباس ابو هبل بصراحه. يعني ابو جبل
انا بحب جدا حراس مرمى منتخب مصر وبحب منتخب مصر، بس مع الاسف الشديد احنا لما قررنا ان احنا نتكلم بره الكوره كل واحد لازم يرجع لحجمه ومكانته الطبيعيه. زي ما دافعنا على ابو جبل وقلنا ان هو ما كانش نكره لما اتجوز، عايز اقول لك ان انت في تصريحاتك خبطت كتير، خبطت بكاري جسامه، خبطت في قصه انك تلعب اساسي ولا ما تلعبش اساسي، خبطت في قصه الحياه الشخصيه بتاعتك، كنت تستاهل ان انت يتم الهجوم عليك. وهل انت تحملت الهجوم عليك ولا اي حاجه؟ عملت ماتش الزمالك امبارح قدام بيتر اتلتيكو بطريقه سيئه جدا، علشان خاطر ابو جبل احنا عارفين في الاول وفي الاخر ان انت مش حارس مرمى بتتحمل الضغوطات، فالنبي يا نجم طول ما انت مش عارف تتحمل الضغوطات ما تفتحش كذا جبل حرب عليك، علشان خاطر كلها ماشيه بالستر ابو جبل، ونحمد ربنا على القرشين اللي احنا عملناهم في البرامج ونحاول نلم الموضوع بقى، علشان الموضوع كبر مننا مره واحده فنحاول نلم الموضوع. وانت يا صديقي لو عجبك الفيديو نحاول نلم الموضوع، لان دي اخر مره اتكلم فيها على قصه محمد ابو جبل وثلاثيه محمد ابو جبل كما قال الدحيح. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو رايك واحترم، بس ده كان رايي برضو وانت لازم تحترمه، لان يعني كلنا جايين نحترم اراء بعض في القصه دي كلها. وفي الحالتين لا ننسى ان احنا بنتكلم على قصه خلافات زوجيه، يعني في الاول وفي الاخر ممكن نلاقيهم عملوا زي شيرين وحسام حبيب وراحوا راجعين عادي جدا، وفي الاخر الناس كلها اللي قاعده تتكلم دي هتكون حرقت وقت وطاقه على حاجات مالهاش اي طلب.